صباح الخير وصباح رضا وصباح السعادة على كل مشاهدي صباح البلد. في كده ممكن نقول مش أعذار، معظمها مش أعذار، معظمها حقايق الناس عايشاها، دي حياتها. في ناس بتقول أنا عايزة أخس بس أنا مش عايزة أحس بجزئية الحرمان، أنا مش عايزة أحس إن أنا دايما جعان. في ناس تانية بتقول أنا أصلا عندي سمنة مفرطة ومفاصلي وجعاني، أنا أصلا مش قادر أتحرك علشان أنزل الجيم وأعمل دايت، أنا بالنسبة لي الموضوع ده صعب جدا. في ناس تانية بتقول أنا عندي أصلا مرض السكر ولا الضغط ولا أنا ما ينفعش مثلا أعمل دايت، مش هينفع معايا وأدويتي والكلام ده كله، لا أصلا أنا باخد دواء معين فما ينفعش إن أنا أعمل دايت، ممكن كل حاجة تبوظ وضغطي وطويلي. طب لو قلت لكم إن في بقى كورس مصرح من وزارة الصحة المصرية، كورس اسمه سوبر سيليم. سوبر سيليم هو الكورس الوحيد المصرح من وزارة الصحة المصرية واللي هيقضي تماما على، سواء بقى بنتكلم على السمنة المفرطة أو بنتكلم على زيادة الوزن بشكل عام، زايد 10 كيلو زايد 20 كيلو، احنا معانا كورس يعني ملهوش أي منافس في السوق. خلوني أعرف أكتر عن الكورس ده وأعرفكم على الكورس ده ونعرف كل حاجة عنه. اسمحوا لي أرحب بضيفتي اللي منوراني النهاردة في صباح البلد، الأستاذة منة ياسر، أخصائية التغذية العلاجية. أهلا بيكي منورانا دايما يا منة. نورك يا روح. صباح الفل يا حبيبتي. صباح الورد عليك. أول حاجة بقى، الناس كلها عايزة تعرف الضجة اللي حصلت على سوبر سيليم، ازاي محقق النجاح الباهر ده؟ صح كده؟ بالظبط. احنا بنشوف نتائج اول مرة في حياتي اشوف القبل وبعد بالمنظر ده، تحول كامل. كورس سوبر سيليم من انجح الكورسات الموجودة اللي فيها مواد طبيعية. ايه هو كورس سوبر سيليم؟ كورس سوبر سيليم المكون الاساسي اللي فيه هي الالياف. تمام. طب يعني عبارة عن إيه يعني يا منة؟ كورس السوبر سليم يحتوي على أقراص السوبر سليم وأقراص البي سليم وكريم شد الترهلات، ومعنا ثلاث هدايا، والثلاث هدايا يعني بصي جمال جدا، دلع بس جدا. أيوة. جدا دلع قوي. شامبو للشعر لوقف التساقط، حلو جدا، وشاور جل آمن جدا ومكونات طبيعية، وضيف عليهم غسول نسائي. فبصي كل احنا مهتمين قوي قوي بالسيدات. ايوه، لان دايما بيقولوا ايه اصلا لو مثلا عملت دايت ولا عملت حاجه اصل شعري هيتاثر، اصل شعري هيتاثر. احنا يا جماعه جايبين لكم باكج كامله متكامله فيها كل حاجه. طب كورس السوبر سيليم بقى قلنا اهم مكون فيه هي الالياف اللي هي ايه؟ قشور بدور السيليم. صح كده؟ صح. يبقى كورس السوبر سيليم اقراص السوبر سيليم واقراص البي سليم الاثنين دول اهم مكون فيهم مين؟ قشور بدور السيليم. دول بيعملوا دول يا منى؟ بيعملوا ايه؟ دول بينزلوا الامعاء. أيوة. تمام؟ لما يعني بتاخدي الاقراص دي بتعمل طبقه جل سميكه. أوكي. فبتفضل بتنفش في الامعاء وتفضلي شبعانه لفتره كبيره. ادي اول مشكله واهم. أيوة مشكله. ايوه، دي اول حاجه قلتها، انا مش عايزه احس. أيوة. بالجوع والحرمان، انا مش عايزه احس بالجوع، بس قضت عليها وفضلت شبعانه فتره كبيره. قدرت اسيطر على الجوع؟ قدرت اسيطر على الجوع. ازاي بقى؟ تاني حاجه معايا وهي اللي بتعلي الحرق، مستخلص التوت. ايوه تمام، بيعلوا الحرق 4 أضعاف. دي الصفحة نقدر نطلب منها على الفيسبوك، صفحة الوان دايت. تمام. وكمان الأرقام اللي ظهرة على الشاشة هنلاقي الفريق الطبي بيرد علينا ويتواصل معنا ويوصل لنا الكورس لحد البيت. مع إيه بقى؟ مع خصم 50%. أيوة. وكمان في شحن مجاني لجميع أنحاء الجمهورية، وكمان المتابعة المجانية الأسبوعية مع الفريق المختص. نكمل بقية المكونات. نكمل، أنا منبهرة صراحة. تفضلي. بعد كده، بعد ما استخلص التوت اللي بيعلي الحرقات 4 أضعاف، مين بقى يعني بيقولك بيخدم عليه؟ القهوة الخضراء. أوكي. إزاي بقى بتخدم عليه؟ القهوة الخضراء بتكون في أعلى مستوياتها اللي هو أحماض كلوروجينيك لما ما بتتحمص. تمام. حلو. يعني ما تحمصتش، فبالتالي الاكسده في المضاده للاكسده فتقلل الشوارد الحر. طب انا الشوارد الحر لو قلت في جسمي اللي هيحصل؟ هخس بكل سهوله. أوكي. يبقى انا كده ضربت عصفورين بحجر. اول حاجه ان انا حسيت بالشبع لفتره كبيره قوي، قدرت اسيطر على الجوع. مشكلتنا كلنا ان انا يا منى ما عنديش اراده. يا منى انا مش قادر ان انا اسيطر على الجوع فعلا. لا لا لا، انا بشوف الاكل كده ما بقدرش امسك نفسي. بفضل اكل 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 لحد ما بقدرش اتنفس. مين هيخليني احس بالشبع والفتره كبيره وقادره اسيطر على الجوع؟ هي اقراص السوبر سيليم واقراص البي سليم. نيجي لتاني حاجه، تالت حاجه بقى. تالت حاجه. ايوه، معدن الكروميوم. يعني انا دلوقتي لا قدر الله في سكر. اوكي. نوع اول او نوع تاني. تمام. مين هيظبط لي مستويات السكر في الدم؟ معدن الكروميوم. معدن الكروميوم من اهم المعادن اللي بتظبط مستويات السكر في الدم طبيعي 100%. حلو؟ مع كمان الفانيليا.
مستخلص الفانيليا اللي موجود ومستخلص الاناناس من اهم الحاجات. الفانيليا بتساعد على تحسين التمثيل الغذائي اللي هو يعني ايه بقى اللي هو الحرق يعني اوكي اللي هو الحرق يعني بيعلله من الحرق جداً. الناس اللي بتقول انا جسمي ما بيحرقش ابدا هو ده احنا بنعلي الحرق 4 أضعاف وكمان في القهوه الخضراء اوكي فانا بصي في مليون حاجه بتعلي الحرق بيخدم مع التاني جدا هو كرسي كامل متكامل نزيد عليهم مين كريم شدة الرطب منا انا خسيت وبقى شكلي وحش قوي يا منا وبقيت مكسوفه قوي من نفسي او هو منا انا خسيت ومكسوف قوي انا هتجوز ومش عارف اعمل ايه بجد مكسوف قوي يعني مكسوف يعني المنظر الخارجي مش لطيف او ان انا خسيت مثلا بس مش فرحانه بقى ان انا اجيب لبس جديد وكده ما في ترهل مين بقى يحل المشكله دي كرسي السوبر سيليوم الكريم بقى ده كرسي السوبر سيليم فيه كريم لشد الترهلات بيحتوي على اهم مكونين هو الكافيين اللي بيحرق الدهون اللي تحت الجلد تمام. فمش محتاجه اروح اعمل جلسات بالارقام الخزعبليه اللي بره لا دي الكورس كامل فيه كل حاجه مش محتاجه ان اروح اي مكان وكمان الكافيين قلنا بيحرق وبيعالج التعرجات اللي تحت الجلد اللي هي السيلوليت أوكي. والكولاجين بيشد الجلد وكمان بيحسن مظهره جدا ما بقاش مكسوفه ما بقاش خجلانه البس فستان ما بقاش خجلانه قدام الشريك الاخر ما بقاش خجلانه ان انا اتجوز ما بقاش مكسوفه وان هو ممكن ما تقبلنيش او هي ما تتقبلنيش فبالتالي انا حليت المشكله دي طب ايه الثلاث هدايا بقى ايه بقى الثلاث هدايا الثلاث هدايا هو عباره عن الشامبو لوقف التساقط حلو وكمان الغسول النسائي والشاور جل ايه الدلع ده كله مكونات الدلع. طبيعيه امنه أيوة. بدون اي اثار جانبيه اقدر اخس من 10 ل 15 كيلو في شهر واحد وامن على مرضى السكر ومرضى الضغط وكل الامراض المزمنه يا منى يعني ابتدي من سن كام يبتدي من اول سن 13 14 سنه لحد 70 سنه امن كل امن 100% بدون اثار جانبيه من انا بيجي لي اكتئاب بعد ما باخد ادويه التخسيس لان دي مجهوله المصدر احنا مرخصين من وزاره الصحه المصريه وامنين جدا مكوناتنا طبيعيه وملاش اي اثار جانبيه هتخسي يعني هتخسي يعني انا هخسي طب احنا عايزين بقى نشوف يعني اللي بيحفز الناس كده ان هم يشوفوا ناس زيهم حالات زيهم وعندهم نفس المشاكل بالزبط. مش قادر اسيطر على الجوع ومش قادر ان انا اعمل مش قادر اشبع يعني دي حاله اتحولت جدا وبعد كده اللبس اللي هو لابسه في القبل وبعد يعني مبين كمان ان جسمه كيلو مشدود بالظبط ما كانش عارف يلبس اللبس ده وكان فعلا قد ايه نفسيته تعبانه جدا وقد ايه فاقد بصي الناس يعني اهم الحالات اللي بنعرضها دي فعلا بتبقى الناس اللي شايفه ان خلاص انتوا اخر باب هدق عليه عشان اخس صح مين كورس السوبر سيليم اللي محقق نجاح باهر في يعني التخلص من الدهون يعني العنيده اللي بتكون بقى حوالين البطن ايه ده يمنى بقى قولي لي ايه ده يمنى ده 19 كيلو 19 كيلو في شهرين ونص يعني ده 26 كيلو تحول تماما في 3 شهور عايز اقول لك كمان في ناس بتدلع وبتخس برضو يعني في ناس بقى برضو بتاخد حاجات فيها سعرات حراريه عاليه هم وبتاع هم بيتدلعوا يجوا يقولوا لنا بعد كده ان احنا اتدلعنا ما في بقى فريق بيتابع معاهم ايوه الفريق الطبي ده من اهم الحاجات اللي مش موجوده في اي كورس موجود تاني دي صفحه الوان دايت اوكي نعمل لها متابعه أيوة. ونقدر نطلب منها والارقام اللي ظاهره على الشاشه وفي 50% خاص ايوه خاص أيوة. ب50% وشحن مجاني لا بس 50% لاول 100 متصل فقط او اول 100 يطلبوا ايوه بس انا انت بتدلعين كتير 150 كان بدلع 150 قبل كده اول 100 فقط اللي هيطلبوا دلوقتي من خلال صفحه الفيسبوك او من الارقام هياخدوا 50% خصم زائد طبعا ان احنا بنقول ان الشحن مجاني لجميع انحاء ايوه الجمهوريه كل المحافظات الشحن فيها مجاني يزيد عليهم خصم ال 50% والمتابعه المجانيه الاسبوعيه 3 منتجات 3 هدايا كرسي السوبر سيليم يحتوي على اقراص السوبر سيليم والبي سليم والكريم شد ترهلات ايوه تاكد تاني والثلاث هدايا الشاور جل والشامبو لوقف التساقط وغسول نسائي اخد انا بقى المنتجات دي أيوة. تمام ادي الماما ولا البابا ولا واخد انا الشاور جل واخد انا الشاور جل والشامبو واخد كل الهدايا الحلوه دي وكمان متابعه مجانيه اسبوعيه فانا مش محتاجه ان اخد ماما مثلا واروح بيها لحد الدكتور وماما مش قادره تتحرك مثلا صح.
دي اهم نقطه. نقطه كمان مثلا انا مش قادر ان انا اروح اي مكان ومنطوي قوي، لا احنا عندنا مش محتاج تروح اي مكان، مش محتاج انك انت تنزل وتروح وتيجي ومكسوف. في ناس تقول لي انا مش قادر اخرج من باب البيت اصلا، يعني وصل معاهم الاكتئاب، مش قادرين، مش عايزين عشان المجتمع برضو بيبقى فيه ضغط وكومنتس مش حلوه وتعليقات مش حلوه التنمر. بص السوبر سليم هيحللك المشكله دي، وتقدري تخسي من 10 ل 15 كيلو في شهر واحد، هيعلي ثقتك بنفسك، وهتخسي بطريقه امنه بدون اثار جانبيه، مرخص من وزاره الصحه، ثلاث منتجات وعليهم ثلاث هدايا كمان. يا منى انا اول مره اشوف يعني باكج، انا بشوف القهوه الخضراء لوحدها، واشوف مستخلص كذا لوحده، واشوف ده لوحده، انتوا مجمعين كل حاجه، مجمعين في اهم المستخلصات. عمره ما بيحصل ده. ايوه. عشان كده احنا محققين نجاح حلو جدا بالظبط، والناس الحمد لله جايبه نتائج مبهره. الناس بتقول لك انا خلاص بقول لك اخر باب ادق عليه هو انتوا كورس السوبر سليم. عشان كده سميناه المنقذ السريع. ايوه، انقذوني، الحقوني، خسسوني. انا شفت فعلا ناس وشفت حالات في الحقيقه تحول. انا ما صدقتش ان هم فعلا هم نفس الاشخاص، لان جلدهم كمان مشدود وكانهم مثلا كل يوم بينزلوا الجيم. ايوه، يعني دي حاجه جميله جدا، وخاصه في الشتاء بقى هم بقى ايه مش عايزين ينزلوا من البيت. ايوه، عايزين ننتخ، جبنا لكم الكريم، احنا هنخس في الشتاء وهنخس في اي وقت. أيوة. مع كورس السوبر سيليم مرخص من وزاره الصحه المصريه. بنعيد تاني، ثلاث منتجات قشور بذور السيليم اللي موجوده، المهمه قوي في المنتجات، اقراص البي سليم واقراص سوبر سيليم، دول اللي بينفشوا في المعده زي ما اتفقنا، يخليني شبعان فتره كبيره قوي وقادره اسيطر على الجوع، والحرق بيزيد كمان. وكمان مستويات السكر بتتظبط في الجسم، يبقى انا خسيت، كورس السوبر سيليم قدر يخسسني وعلي لي الحرق، وكمان بيشد لي الترهلات بتاعت جلدي. والثلاث هدايا الشاور جل والشامبو والغسول النسائي والخصم 50%، 50% وشحن مجاني، شحن مجاني لجميع واهم المحافظة. حاجه المتابعه المجانيه الاسبوعيه مع الفريق الطبي. دي حاجه مهمه جدا بقى. في بقى بنات هتقول حاجه ثانيه، طب انا وصلت دلوقتي مثلا، انا وصلت كنت عايزه ابقى 60 كيلو، انا وصلت ل 60 كيلو عايزه اوقف بقى، مش عايزه اتخن تاني. حلو قوي. احنا قلنا إيه؟ عندنا مين؟ عندنا الفريق الطبي المختص. أوكي. الفريق الطبي المختص، في ناس بيبقى عندها سمنه مفرطه، في ناس عندها سمنه موضعيه، هو اللي بيقدر يحدد لك انت محتاجه تاخدي الكورس ده شهر اثنين ثلاثه، وهتوقفي وهتثبتي ازاي. ايه ده يعني انا بعد ما خلاص اخلص الكورس مش هتثب؟ لا مش هتتثبي ابدا. احنا زي ما اتفقنا معاكي اهو، البيج اهي والارقام اهي، تقدروا من خلالها احنا المتابعه كمان والاوردر وكله، الارقام اللي ظاهره. ايوه. وصفحه وان دايت نعمل لها متابعه عشان نقدر نطلب منها الكورس وناخد الثلاث هدايا والثلاث منتجات، ومرخص من وزاره الصحه وخصم 50% والشحن مجاني. يعني اكتر من كده ايه؟ دلع قوي. انتوا قاعدين بتدلعوا فيهم. دلع قوي. طب في حاجه بقى، يعني في غير ما قلنا الفئه العمريه، احنا قلنا ينفع لكل الفئات العمريه، وقلنا كل الامراض المزمنه من 13 سنه لحد 70 سنه، امن جدا جدا جدا. طيب انا بقى دلوقتي لو مثلا عايزه اقول ان السليلايت عندي كتير جدا في جسمي عشان كنت بعمل يويو دايت وبخس وبتخن وبعمل الحاجات دي كلها، هل مع الهدايا الكريم ده يقدر فعلا يشيل لي موضوع السليلايت ده ولا ما ينفعش؟ انا كنت فاكره ان ملوش حل صراحه. ليه حل يا فندم؟ ازاي اقراص السوبر سيليم من ناحيه بتخسسني، كورس السوبر سيليم من ناحيه بتخسسني، ومن ناحيه ثانيه بيشد لي. يعني ايه؟ يعني احنا قلنا المكونات الطبيعيه دي كلها، فيتامين سي حلو قوي قوي للبشره وللجلد. وكمان مستخلص الفانيليا ومستخلص الاناناس والقهوه الخضراء وقشور بذور السيليم، كل الحاجات دي مش بس ان يعني طبيعيه وامنه 100%، لا ده انا قادر اسيطر على الجوع، ومش حاجه بتلعب لي في هرموناتي زي بقيه المنتجات. دي حقيقة. قلت المصدر. ونزيد عليهم الكريم، الكريم بتاع شد الترهلات قلتيها منا، طب دلوقتي يعني الترهلات دي ليها حل؟ بالظبط. طبعا ليها حل. وعشان كده اديك شفتي النتائج، الناس ازاي خاسه، جسمهم مشدود جدا، جسمهم مشدود. هي دي التركايه، هي دي النقطه الخدعه بقى. هي دي. كريم شد الترهلات اثبت فعاليته السحري. أوكي. حرفيا سحري. وبيجيب نتيجه حلوه قوي لما احنا بنستخدمه واحنا بنستخدم الكورس، فبالتالي انا من ناحيه بخس ومن ناحيه بشد. فبالتالي هو ليه منا بيشد، وازاي يعني في كافيين وفي كولاجين، بالتالي الكافيين بيقدر يحرق الدهون اللي تحت الجلد ويعالج التعرجات السيلوليت، وكمان الجلد يتشد ويحسن مظهره بالكولاجين. اخر سؤال يا منى قبل الختام، انا عايزه رد او لا. بنات دلوقتي وكل مشاهدينا هيقولوا احنا هناخد الكورس ده وهنعمل دايت، ولا هناخد الكورس ده وناكل براحتنا؟ هناكل براحتنا
وكمان لو ظبطنا بس اكلنا احنا هنجيب نتيجه واو بجد. كل ده برده مع الفريق الطبي، هنجيب نتيجه مبهره تمام مع الفريق الطبي والخصم 50% والشحن المجاني والثلاث منتجات، كورس السوبر سيليوم، اقراص السوبر سيليوم والبيسليم والكريم شده الترهلات والثلاث هدايا، الشاور جيل والشامبو والغسول النسائي، كلها مكونات امنه بدون اي اثار جانبيه وخصم 50% تاني والشحن مجانا ومتابعه مجانيه مع الفريق الطبي. انا مش عارفه اشكرك ازاي والله، شكرا جدا بجد، دايما بتدينا امل وبتدي كل مشاهدينا امل، والناس اللي ممكن نقول حالات بتبقى حاسه ان انا عندي ياس، انت بتديهم وبتجددي الامل عندهم ان هم ياخدوا الخطوه دي معانا. ومفيش اسهل من كده، الموضوع كله اوردر من البيج بتاعت وان دايت او الارقام اللي موجوده. أيوة. الموضوع سهل يا جماعه وفي متابعه كمان، الموضوع بقى يعني مفيش متابعة اسهل متابعه مجانيه كمان بالظبط، ومصرح اهم حاجه من وزاره الصحة المصريه. انا بشكرك، بشكر استاذه منى ياسر اخصائيه التغذيه العلاجيه. مشاهدينا بكده تكون خلصت فقرتنا وحلقتنا، اشوفكم على خير إن شاء الله في رعاية الله.